في آب 2013 أصدر مصرف لبنان المركزي التعميم رقم 331 المتعلق بالشركات الناشئة أو ستارتابس، معلناً بذلك ضخ مبلغ 400 مليون دولار أمريكي في السوق المحلي لدعم وتشجيع الاستثمار في القطاع الرقمي اللبناني وتوفير بيئة حاضنة لهذا القطاع والحد من هجرة الشباب. هذا البرنامج يسلط الضوء على هذا القطاع التكنولوجي المهم والإنجازات العديدة للشباب اللبناني المستفيد من هذا التعميم. مرحبا واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من ستارت اب 331. الليله رح نستعرض 2 ستارت اب من بروجرام Elevate تبع الالت سيتي، واحد منهم اللي هو بيلدتس، مشروع كتير حلو ومخصص للاولاد الصغار. معنا وائل سعادي، كوفاوندر لبيلدتس. وائل مرحبا. بونجور، كيفك وائل؟ عندك شيء كثير مهم انت هون. ميرسي. كنت بحب اخبركم شوي عن اللعبه شوي اكثر. فبيلدتس هي لعبه عمار بتعلم الولد كيف بيصير التعمير بالحياه. فنحن عم نجي ناخذ كل الماتيريالز والتولز بيستعملوهم بالورشه وعم نجيب زيت البروسس اللي بيتطبق ستيب باي ستيب على الورشه على حجم صغير بطريقه اكيد كثير هينه وكثير نظيفه وكثير سيف للاولاد كرم يتعلموا وينبسطوا بذات الوقت. رح فرجيكم شوي شو في بقلبها اللعبة. هذا الباكيج. فمثل ما في على الورشة البريكيت فور اكزامبل حجر الخفان بنسميهم نحن مثل هدول هون اكيد معمولين بطريقة تكون منيحة للولاد، يعني مش شيء بيأذي مثل هدول اللي بيستعملون كرمال التوا وهيك قصص. في كمان عنا الفورمولا نحن بنسميه او القوالب. بس خليني ابلش. الولد من شو المينيمم ايج يعني؟ اوكي هيك كنت احكي عنها بعد شوي. مينيمم ايج مش مثل مكتوب على العلبه 12 بلس. اوكي يعني. انا خفت ما حدا يحطها بتمه. لا ايه 12 وتلوى. هلا في اولاد عمرهم 9 10 8 عم اهل عم بيتحمسوا كثير يعلموا اولادهم انه يقعدوا معهم وهيك، عم نقول لهم انه اكيد في يلعب فيها بس افضل تكونوا معه لانه شوي هي معمول للعمر الاكبر. لانه انا في شغله ما قلتها انه يوزنج هيدا الكيت الولد في عمر البيت اللي بده اياه. فبارجزم يعني مثل ليجو اذا بدك بس على مور اوتنتيك. ففي كثير مجال للاختراع، كثير مجال للكرياتيفيتي وللديزاين وهيك قصص. فمشان هيك الاهل عم بحبوها كمان مش بس الاولاد. هول القوالب اللي بيسمحوا انه الولد يعمر البيت اللي بده اياه. سو هيدي البيس هيدا لا هيدا الريسيبيون اللي بنستعمله كرمال الولد يخلط هيدي اللي اوكي الجبال اذا بدك مزبوط. في هون التولز والماتيريالز مثلا في المسطرين الفال الزيبق كل هدول القصص معمولين بطريقه اكيد هيك حلوه. هيدا رفش مزبوط وهي المسطرين. هيدي اوكي مزبوط. وهدول القوالب اللي بيستعملون كمان الكولون والارض كل شيء موجود 100% بقلب الكيت الا المي بس بيستعمل. هلا وين البيس؟ يعني انا بدي بلش مثلا لا البيس مثلا فور اكزامبل بدك تعمر انت ارضيه معينه يعني. صح بتعلقهم هدول بهذا الشكل هيك يعني في بينز بتوصلهم ببعض بتعمل الارضيه اللي بدك اياها يعني بدك اياها كارير كتان. اوكي خلينا نعمل وحده مش غلط خلينا نعملها. اوكي هلا مثلا عنا هيك اوكي هلا على السريع رح اعمل ليش ايه ليش واي از ات كولر كود از ات كولر كودد مثلا شو الاورنج والاصفر لا مثلا كرمال وقت ترجع على الكتالوج تيكون كل شيء واضح. فمثلا هيك بيجي مع الكتالوج كمان ايه اكيد بدكم عمرها كلها بس بدها تاخذ وقت هلا لا لا بدك نفرج الصوره لا جست هيك قدامه قدامه ايه اوكي. فمثلا هيك هيدي فيها تكون ارضيه فور اكزامبل مثلا هيك اوكي سو بتصير هيك اوكي
ايه مثلا هيدي ارضيه معينه مع كولونات تبعه هي أوكي. هون هيدي الصوره واضحه شوي اكثر هون في ناخذ بليز ثانك يو مثلا هيدي هيك هون بتفرجي مثلا بتعمل ارضيه يوزينج هدول البيسز هي هون وفي البوردير كمان موجودين هون بتعمل الكونتور لهيدي لهيدا تحوطها كلها هدول العواميد الحديد حديد هن هون واصلين اوكي هلا الحديد اكيد ملبس بلاستيك معمول بطريقه مثلا ما يجرح الصبي ابدا اكيد ما في صدى ما في شيء يعني كثير كثير دوميستيك اللعبه اذا بدك انا يعني كثير خرج اولاد يعني فهيك وهو تنقدر نظبط الكتالوج مزبوط وهيك اليونيسف ساعدونا كرمال يكون بيداغوجيك اكثر للاولاد يكون اول شيء انترستان لهم يعني مثلا وصل على ستيب 2 يلا هلا ستيب 3 بصير محمس اكثر وهلا الفور وهلا فمعمول بطريقه انه يكون بيداغوجيك للاولاد اذا بدك في كمان عندي سؤالين هون هلا هون مثلا اذا ناخذ هون هون اخذ الباز حط الباطون خلط الباطون هون رجع صبهم هون وبلش يعمر وطلع بالبيت تاخر شيء وصل ل سي مثلا هيدي وصل لهون هون اذا بدك هيدي هون بدي اوكي اوكي وصل لهون وبرجع بكمل كمان برجع برجع بعمل طوال طيب هون عندي سؤالين انا اكيد حتى تكون هاللعبه سيف ونظيفه ومثل ما عم بتقول بدها شيء سبيشال اريا تيقدر الولد يحضر أوكي. واثنين اذا خلص المواد اللي عنده في محل يرجع يعمل ريبلانش احلى اسئله بالعالم اوكي لكن هيدا الشيت اول شيء هيك عندي البروجرام بس قد الطاوله تقريبا هيدا بيستعملها الولد بيفرش عليه كل اغراضه رح ينقط بركي شويه اغراض بس هيدي كان لازم نحطها اول شيء نحن مش غلط بس هلا رح نزيحها على جنب اوكي فهيدا الشيت معمول كرمال اذا الولد شرشر شوي وقع شوي هيدا يكون كل شيء موجود هون كبير قد الطاوله ما رح مستحيل يعوز اكثر من هيك صح. يعني وتاني سؤال كان بحال خلصوا البيتونات او خلصوا البريك مش بس البيتون يعني عمر البيت وحطه على جنب هلا بده يعمر شيء ثاني 100% هلا البيت اللي عمره خلص عمره وهذا رح يقدر انه بما انه رح ياخذ وقت مش انه بياخذ بيخلص بساعه ما انه لعبه بتخلص بساعه او ساعتين بدها جمعه اثنين ثلاثه حسب قد ايه البيت كبير قد ايه فيه تفاصيل وهيك هلا من بعد ما يكون تعب فيه وانبسط فيه اكيد مش رح يدمره رح يكون عارضه بقوته او شيء هيك بدي اعمر بيت ثاني طيب عمر بيت ثاني تعمر جراج هلا طيب عمر جراج او بيت ثاني او شو ما كان بده يرجع يشرج اذا بدك بريك لانه عايز بريك هو دجا صاروا خلصوا هدول بيكونوا اوكي وعايز بيتون والخلطة البيتون والحديد وكل هدول القصص فبعدين بطل مضطر يشتري كل هيدي العلبه بصير بس بيشتري هيدي او هيدي اللي هون ما بعرف اذا رح تبين على الكاميرا ايوه 100% اوه واو اوكي سو هون عندي انا سان الرمل لحظه اول شيء هيدا البطون 100% اوكي سمنت مزبوط بس البتون اللي عم نستعمله نحن منه تبع الورشه يعني منه تبع الورشه ما فيك تستعمله بقلب البيت لانه بيكون بجبل وبيعمل هيدا دغري هيدا شو نوعيته هيدا بتون بس نحن عاملينه خلطه خصوصه كرمال تصير هين المانيبيوليشن فيه يكون انه الولد هو عم يشتغل سيف للولد سيف بس الى حد ما يعني منه اكيد ما في يتاكل هيدا البتون منه شيء بيتاكل بس اكيد احسن بكثير من تبع الورشه واكيد بلاستيك ما بيزه جيدان ما عم نجيبه الساند ستان نحن عم نجيب الرمل مقطوع بالسوق لا عم نجيب الرمل كله هدول الجرافل والستاند والسيمنت كلهم عم نعمل لهم تريتمنت معين يعني الستاند بتلاقيه حيالله مطرح ما فيك تستعمله بتلاقيه الجرافل عندك بحص كمان بحص كمان عاملينه تريتمنت هيكون كثير صغير اوكي وهين الاستعمال اوكي وهيدي شو؟ هول الكفوف هو عم بيعمل الجبله ما يوسخ ايديه اوكي فيني افتحها؟ اكيد اوكي والله هذا ولد كبير بس ايديه كبار شوي ايه ما 12 اوكي هلا عمره 12 اوكي هيدي اللي بيعمل منها العواميد اوكي هيدي العواميد 100% وهلا الارضيه كمان بتكون فيها حديد صح هلا هو في ما يحط حديد اذا بده تعمل سبورت بس اكيد انه هيك بيعملوها على الورشه كمان حاطين له البانتور 100% بنحط نحن البانتور الكولار برينسيبال يعني كمان الولد هو بيخلط 100% بصير يتعلم مثلا انه هيدي وهيدي بتعطيني فار لانه فار منه كولار برينسيبال فور اكزامبل فعشان طب بتعلمه البنا العمار الماتيريال البويا والدهان والبانتور 100% فمش بس هيك مش يعني هدول اللي عم يتعلمهم الصبي اكيد بس هي الاحلى شيء انا هيك بشوف انه احلى شيء فيها للعبه انه الولد عم بيوقف يعني عم اذا بدك عم بيقعد شوي يفكر بينه وبين حاله يعمل يخترع شيء يعني مش انه بس عم يتعلم يعني بالمدرسه كرياتيف او حيالله مطرح بتوصل بتحضر تلاقيه بيقولوا لك انه هيك هيك يعني هيك هيك بيصير هيك هيك انه كثير تيوري هون حلو انه هو عم بيستعمل ايديه عم بيحرك راسه هو منه لوحده عم بيخترع شيء عم بيخلق شيء
وزياده عن هيك اللعبه يعني في كثير اولاد وقتها نحن قدرنا طلعنا باللعبه صار يجي كثير اولاد لعنا على الاتوليه نعمل تستات اذا بدك. فلاحظنا انه الاولاد عم يبلشوا هيك انه اوف ولا مره فكرت كيف تطلع بنايه، انه في بنايات اوكي بس ولا مره فكرنا كيف تطلع. فبتنمي عند الولد حس الكيوريوزيتي اذا بدك، كيوريوزيتي الكونستركتيف الحشريه المنيحه. فبصير يسال حاله انه أنا بيصير حالهم كيف العالم. أنت حتعمل امدادات كهرباء ومي قريبا هذا عم تمزح أنت بس إن شاء الله. إيه أكيد إن شاء الله بعدين بيصير فيها أدوية بيصير فيها المي إنترنت إنترنت لا أدوية ومي وكمان بركي نعلق مش بركي أن الله راضي رح نعلق كمان قصص سولار بانلز فبصير تستعمل الطاقة الشمسية تضوي أكيد على صغير بس أنه كرمال هيك بصير أكثر أوتوماتيك بعد أكثر شيء عجبوني هذول. طيب هلا بلشتوا انتوا تصنعوا وتوزعوا؟ مزبوط بلشنا هو انا مش لوحدي اكيد في شريكه اسمه ريان برهوش هو ان نحن مع بعض بلشنا بالفكره. هو ريان كان عم يشتغل بالسعوديه هيك بلشت الخبريه وقرر انه كيف 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 صار كيف انه ليه ما بنعطي هالاوبورتونيتي للاولاد يشوفوا شو عم بيصير. شو الديستريبيوشن شانل اللي عم تعتمدوها؟ يعني هل عم بتبيعوها بمحلات الالعاب؟ هل عم تروحوا مدارس؟ أوكي. هل عم تروحوا عندنا كذا شانل اوكي في نحن ما كنا ضاربين ما كنا مفكرين بالمدارس بس بعدين في مدرسه ورجع مدرسه ثانيه اجوا حكيونا انه عبالنا يكون عندنا هذا الشيء انه حرام ما يكون عم نعلم تلاميذنا هيك شيء. فقررنا انه نبلش نحن نحكي غير مدارس وهالسنه رح نكون بست مدارس بلبنان. أوكي. عم نعطي اتوليه اذا بدك ومن خلال الكيت عم نعلم الانجينيرنج والاركيتكتشر. فهيدي شغله المدارس اللي هي اذا بدك شانل لوحدها بس المين القصه هي اللعبه عم تنباع اونلاين وبمحلات الالعاب. نحن نزلنا بالسوق من قبل كريسمس بجمعتين. اوكي اول ما نزلت ما اخذت جمعه تختاروا الالعاب يعني كان الطلب مش معقول شو حاله وبسط العالم قدي عم تنباع كل هالاغراض هذولي مع كمان البريكات والبريكات وعجبوني البريكات يا حلوين. هلا هيدي مثل يعني كانك حجره بقلب البيت يعني حجر خفيف مزبوط مزبوط عم تنباع ب 200,000 هي 200,000 لبناني مزبوط 100% وبحب اقول انه الديزاين وال يعني التصنيع والديزاين وكل شيء عم بينعمل بلبنان وعم بيقطع بايدينا يعني برودوي 100% لبناني وان شاء الله ان شاء الله بعد سنتين نكون صرنا برات لبنان كمان ان شاء الله. طب اذا طلعتوا لبرا بصير بدكم تصنعوها بلبنان وتعملوا لها اكسبورت ولا تصنعوها محليا؟ يعني هلا اللي عندنا مشكله صغيره انه التصنيع عم بيكون بطيء نسبه للطلب لانه الطلب عم بيكون كبير ونحن كل شيء يعني هيدي الحبه انا اكيد انه قاطع اذا مش على ايدي على ايد ريان فانه كل القطع عم بيقطعوا عم بنطلع عليهم انه ايه نضيفه عم نحطها هون بياخذ هذا الشيء بيتطلب كثير وقت بهالكونديشنات اللي هلا نحن فيها ما رح نقدر نطلع لبرا بس ان الله راد ان شاء الله يعني عم نعمل هلا الدراسات بعد كريسمس الجاي ان شاء الله نكون طلعنا. هلا بعرف قلت لي انه صار لكم 3 أسابيع نازلين فيها على السوق بس مزبوط قديش عم بت يعني تنقول اسبوعيا قديش عم تقدروا تصنعوا؟ اوكي هلا يعني بعد ما رح تتهلا ما عندكم برودكشن لاين عم بتصنعوها يمكن مانيولي او مزبوط مانيولي في لاين صغيره بس منه شيء اندستريال منه شيء كوميرشال اذا بدك تقدر تبيع هيك هلا تقريبا اكثر شوي بركي من 100 بالشهر اللي هو كثير بطيء كثير بطيء. ان شاء الله هلا رح هلا غيرنا السيستم عملنا اتيود صغيره غيرنا شوي طريقه البرودكشن رح نعمل تايمز 2.5 اسرع نصير يعني تقريبا 250 بالشهر ان شاء الله نصير هيك هيدا لهيدي اللعبه وان شاء الله كمان بعد كذا بعد شيء 6-7 اشهر نكون نزلنا برودوي ثاني للاولاد اللي اصغر لانه لاحظنا انه الاولاد اللي عمرهم 8 كثير او 8-9 انه هدول الاولاد كثير عم يتحمسوا على هيك شيء لانه للاسف كمان هلا في عم لاحظنا انه الاولاد اللي عمرهم 14-15 وانه هيدا الشيء اللي عم بيحبوا اكثر يروحوا على القصص التكنولوجي مش للاسف اكيد شيء منيح بس عم بيخسروا الاولاد الحب انه يشتغل شيء بايديه الحب انه يخترع شيء جديد فكمان رح نترك هاللعبه لهول الاولاد وزياده رح نروح عند الاولاد اللي طالبينها اكثر بكثير اللي هن عمرهم 9-8-7. طيب اذا الولد بده يطلع عن الكونفنشن يعني هون حسب ما عم شوف بالصوره شفت بالكتالوج انه بيت كونفنشنال اذا واحد بيطلع يعمل شوي مور كرييتيف ديزاين او يطلع ب 100% كمان حلو السؤال اسئلتك عم بحبهم وينو الكتالوج هلا مثلا في حدا عمل بيرد هاوس
عمل بيت للهيدا كثير طلع حلو. مثلا كمان هون عاملين ستاند للسيلار فون شارجينج ستيشن تشيكو من ورا بتحط، يعني فيك تكون كرياتيف قد ما بدك. مثلا هون ستاند الوراق فور اكزامبل، مثلا هون ستاند اللابتوب. هون انت عم تحكي كرياتيفيتي باليوسج، انه مثلا بده يعمل ستاند للتليفون او لا. انا قصدي مثلا تنقول بده يعمل اوبرا هاوس، ايه فيك يعني اكبر من بيت عادي، ايه فيك بس بدك تصير تشتري زياده من هول زياده من هول. يعني احنا عندنا بالاتوليه بيت شيء كبير باليه، يعني شيء كثير كبير. اوكي، فاذا بتجيب زياده تكبر قد ما بدك. يعني في عندك الحكومة مثلا او السراي الحكومة او البرلمان. مزبوط فيك. يعني هي الحلو فيها اكثر شيء انه تعمل الديزاين اللي بدك اياه، كثير مجال للاختراع. هون في عندي هيك شغله هلا خطرت ببالي، انه هو ار يور كومبيتيتورز، ومين اللي ممكن انه يعمل كومبلمنتري. يعني مثلا اذا بتاخذ ليتل بيتس بامريكا اللي هي مؤسستها لبنانيه، كان ليتل بيتس بي كومبلمنتري تو يور برودكت؟ معقول كثير. هلا ما ولا مره قعدنا معه، بس ان شاء الله قريبا رح نقدر نتقابل. كثير معقول، يعني انه كل شيء مثل ما شايف بهالاوضه، كل شيء فات ببعضه، الكهرباء، الالكترونيكس، كل هدول الاخبار. انا بعدني ماسك هلا، انا كثير عاجبني. فيك اكيد فينا نكون كومبليمنتير مع ليتل بيت فور اكزامبل، او مثلا ليجو، مثلا محل الخشب هدول اللي بياخذونا كثير وقت، نستعمل ليجو فور اكزامبل. فهمت قصدي؟ ميك ا برين، كل شيء 100%. اوكي، ف كثير في، يعني سو انا اذا عندي، يعني احنا اكثر بنشوفهم هلا مش ككومبيتيتورز، لانه ناويين نخلق ريليشن. شو اسمه؟ انه يعني انا اذا عندي كيت ميكر برين اللي هي من ستارت اب لبنانيه ايسر عريضه، ما بتعرفوا، اذا عندي انا كيت ميكر برين وعندي هلا كيت بيلدتس، فيني اخلط ميكس اند ماتش واجمعه انا كولد. يعني عم صح، اكيد يعني اطلع بكرياتيفيتي. ونحن عبالنا نشجع هيك، لانه اذا شايف انه عم ياخذ من هون ومن هون ومن هون، يعني بفكر كمان انه في يخترع قد ما، يعني يخترع بعد فواديس فصان زياده. فنحن هيدا المساج بنوصله لكل الاولاد، يعني هيدا هو هدفنا اذا بدك. اوكي، سو هلا عم بتسرعوا البرودكشن، صح؟ امتى لحد، يعني امتى بتتصور حتبلشوا تدخلوا هدول؟ مش هالسنه، يمكن سنه الجايه. لا مش هاي السنه، ان شاء الله سنه اللي بعدها، ان شاء الله السنه اللي بعدها. اوكي وائل، فيري جود ايديا، فيري جود برودكت، جود لك. ميرسي كثير، وثانكس على الديمونستريشن. من مكاتب الالت سيتي الجديده بقلب البي دي دي بيروت ديجيتال ديستريكت، معنا نديم هنود، كوفاوندر للاما. نديم مرحبا. مرحبا. خلينا نبلش، دائما عاده نبلش بالكونسبت، بس تنشرح للناس شو الكونسبت تبع الستارت اب تبعكم. اوكي، الستارت اب تبعنا بلشت بفكره انه الليما بيكون الهيلث ريكورد تبع كل شخص موجود معه على تليفونه من ورا حادثه صغيره صارت. الفكرة ربحت ايديا ستيج بديسمبر 2015 ببدا الاكسلريت، وجانا بعدين قدمنا على Elevate Impact Accelerator مع Alt City ومع يونيسف، اللي ساعدونا انه نطور الفكرة ونحولها شوي اكثر لفكرة بتساعد الـ NGOs على الـ Analytics تبع الداتا تبع الـ Public Health Centers. اوكي، هيدي فكرة اول شيء كثير حلوة وانا من زمان معجب فيها، بس يعني سامع عنها قبل، بس سامعها كمبادرة من حكومات. يعني مثلا بدبي الحكومة عم تاخد هالمبادرة انه يكون كل مواطن اماراتي عنده هيلث ريكورد، بغير بلدان كمان. يعني هيدي انيشيتيف بياخدوها حكومات، انتو كافراد عم تاخدوا هالانيشيتيف تعملوا منها ستارت اب. بركي بالمستقبل اجت الدولة اللبنانية وقالت نحن بدنا نعمل هيلث ريكورد، ديجيتال هيلث ريكورد للمواطنين. في تطلع انه نحكي مع وزاره الصحه ونحكي مع الحكومه اللبنانيه وانه نوصل هالفكره لعندهم. اوكي، واكيد اذا بيتبنوها نحن بنكون كثير ممنونين. وسكيورتي وايز، سكيورتي وايز نحن سكيورتي عندنا اكيد شيء كثير مهم. كل الريكوردز هن معمل لهم امبرسونيشن، يعني اذا بتاخذ، اذا بتلاقي الريكوردز ما بينعرفوا لمين، بتلاقي ريكورد كامل بس ما بتعرف لمين. الايدنتيتي تبعه محطوطه على سيرفر ثاني، وهالداتابيس محطوطه بداتابيس على سيرفر ثاني، وهالداتابيس كلها مشفره. اوكي، يعني حتى لو وصلت على الداتابيس اذا ما معك الكي ما بتقدر تفك التشفيره، ما بتقدر تعرف من هو العالم. اوكي، صاروا مربوطين مع بعض برقم، رقم ما بيعني شيء،
والهويه تبعه محميه على سيرفر ثاني. وزياده عن هيك لانه الداتا موجوده على تليفون البيشنت، اذا راح قدم مثلا بريسكريبشن او قدم انه انا بحق لي يطلع لي هالدواء، خاصه انه يونيسف بتساعد العالم انه يطلع لهم ادويه ببلاش. دونك اذا قال انه انا بيطلع لي هالدواء ببلاش، they can verify هذا الشيء على الشيء اللي اليوم صار كثير معروف اللي هو البلوك تشين. سو الانفراستركتور تبعنا باكت باي بلوك تشين، والانتجريتي تبع الداتا تبعنا verified باي بلوك تشين. بس who has access to the record؟ البيشنت. يعني او اوكي قبل ما نبلش بالاكسس، خلينا نبلش يعني اذا فينا تعطينا مثل ووك ثرو، انه انا مثلا فؤاد تنقول yes. بدي اخلق ريكورد على البلاتفورم تبعكم، كيف ببلش؟ بلش موبايل، بلش شيء شخصي، من وين ببلش وكيف؟ اوكي لاما بالفورم الحاليه تبعها انت كفؤاد بتروح على مستوصف بيخلقوا لك ريكورد، بتعطيهم هويتك بيخلقوا لك ريكورد، بتروح بعدين على اللي بيسموه سكرينينج. هلا اليونيسف اورينتد اكثر سو بالاطفال، سو كل البلاتفورم هلا اورينتد اكثر مبلشين بالاطفال. اوكي بينعمل له سكرينينج، بياخذ طول وزن سو بروفايل كومبليت، بينعمل بروفايل له واكيد هويته وكل هالاخبار. وانس انعملت هيدا البروفايل صار عنده ريكورد عنا، نبلش من هون. هلا اكيد يمكن عنده بريفيس هيستوري، وعم نشتغل على نعمل انتجريشن مع البلاتفورم تبع المستوصف اذا عنده، او اذا في غير سيستمز عم يستعملوها كمان نعمل انتجريشن معهم تيطلع لنا بالاخر هالميديكال ريكورد الموحد الكامل لكل شخص. مستشفيات يعني هو بالمستوصف بس كيف في عنده ريكورد عامل عملية بالزمانات بمستشفى كمان يمكن له ريكورد هونيك. مزبوط، كمان في تطلع لقدام كمان ينحكى مع المستشفيات عبر الوزارة، عبر يونيسف، عبر حيالة جمعية قادرة توصلنا لهالمستشفيات هيدي كمان نسحب الريكورد تبع العالم. اوكي definitely it's a vision. خلقنا ريكورد، خلقنا ريكورد. اوكي وير دو وي جو فروم هير؟ اول شيء هاو دو اي هو كان يعني مين اللي بيقدر يغير بهالريكورد، انا ولا الحكيم ولا المستشفى، ومين عنده اكسس عليها؟ يعني أوكي. في شركات تامين، في مين عنده اكسس؟ هلا اذا منكفي انت وصلت على المستوصف اخذوا هالداتا حطوها على الريكورد تبعك. هني حطوها مش انا. ايه هني، ما هني اخذوا الميجرمنتس. اوكي اوكي هلا هيدي الداتا صارت اكسسبل لك ثرو اكيد يوزر نيم وباسورد، تقدر انت تفوت تشوف هالداتا تبعولك. وهن طبعا هن ما هن اصلا عندهم يلا ريكورد على البلاتفورم تبعهم، نحن عم نعمل انتجريشن مع البلاتفورم تبعهم تنخليها تصير اكسسبل لك وليونيسف. ليه ليونيسف؟ لانه بحاجه هن يعملوا مونيتورينج على بعض المؤشرات اللي لها علاقه بنمو البوبوليشن ومونيتورينج على المساعدات اللي عم بيوصلوها للعالم. اليوم عندنا مشكله على صعيد المساعدات، وهي هيدا اذا بدك البروبلم اللي عم نجرب نحله اكثر شيء، هالمساعدات عم بيروح فيها كثير هدر لاسباب او لاخرى. دونك هالبلاتفورم رح تسمح لهم كمان يعملوا مونيتورينج على هذا الشيء، يقدروا يتاكدوا انه هالدواء عم يوصل للشخص اللازم. اوكي طيب ومن هونيك رايح مين عنده اكسس عليه غير يونيسف والمستوصف؟ يعني والـ انا رحت عند حكيم، حكيم ما له علاقه لا بالمستوصف ولا يو كان شير يور ريكورد مع الحكيم. مع الحكيم يس، هيدي انت ساعتها يو شيرت. اوكي هون سؤال انه رددت يونيسف يونيسف yes. بلكي المريض منه يعني انا شخص عادي ماني not involved with يونيسف، ماني مريض ما بدي مساعدات من يونيسف، ما فيني يكون عندي يونيسف هو مطرح بلشنا فيه اذا بدك. اوكي ما هذا اللي انا بدي اوصل للبارتي الكوميرشال يعني طبعا yes. بدك تبلش من المطرح ولقينا opportunity through Elevate Impact Accelerator انه نشتغل هلا اول مرحله مع يونيسف. بعدين اكيد البلان تبعنا انه نوسع ونجرب تصير البلاتفورم ضم ان جي اوز اكثر، واكيد اذا قدرنا نوصل للدوله ما راح نقول لا، اللي هي بتصير ساعتها لكل مواطن لبناني في هيلث ريكورد موجود. اوكي بس اي بس انا سؤالي انه اذا انا بدي اخذها على صعيد شخصي، يعني كيف يعني على صعيد شخصي؟ يعني انا فؤاد yes. حكيم مستشفى فقط، ما في ان جي اوز بالقصه، ما في عم تفهم علي؟ يعني ميديكال ريكورد بيورلي لالي انا يس. كان اي دو ذات ولا لا هلا بالوقت الحالي؟ نو اوكي بعد ما وصلنا لهالمرحله. اوكي
بس في اكيد تطلع لقدام انه يصير انتجريشن مع المستشفيات ومع المستوصفات ومع حتى اذا السيرفيس ديورجانس تبع الصليب الاحمر. يعني حيلا مطرح البيشنت معقول يكون في داتا كولكشن له تنعمل هالداتا كولكشن على بلاتفورم واحده اوكي ويصير هالهيلث ريكورد كامل متكامل عند كل مريض. طيب وين صرتوا هلا فيها؟ يعني بلشتوا فيها عملتوا الكودينج وين صرتوا فيها؟ يس نحن بلشنا اول تجربه كانت مع الصليب الاحمر اللبناني بفرع انتلياس. كانت اكثر مستوصف مانجمنت اذا بدك تنجرب هالبروسيسي تبعنا نتاكد انه الكود شغال ما فيه باجز عم بيطلع ريبورتس اللازمه. ثاني تجربه هي ثرو اليفيت وعم نعمل ادابتيشن هلا للبلاتفورم تتمشي مع مستوصفات ثانيه وتجمع الداتا اللي بحاجه الى ان كان المستوصف او يونيسف. دونك عندنا بلاتفورم شغاله يحيى اونلاين وصار فيها ما لا يقل عن 2000 مريض. اوكي ويونيسف بلش يستعملوا ولا بعده؟ بعدنا بالانتجريشن فيز. اوكي وانت بتنتهي من انت بتخلص وي استيميت نخلص تقريبا بشباط اذار خلصوا كل البلاتفورم وبتصير شغال يعني يس yes. كول نديم موفقين ان شاء الله. ثانك يو على الانترفيو. ثانك يو. هذا كان كل شيء لليلة. نلقاكم الاسبوع الجاي ان شاء الله بنفس الموعد. الى اللقاء.